فيديو جديد على قناتكم إبداعات بسمة بسمة. كما شفتوا معايا في الواجهة عندنا تطبيق راشمان، وما عندنا هذا الرشيمة هذه اللي كتشوفوا معايا غادي نطبقوها. هذه كتجي في القاب وكتجي في الكمايم، ما كتجيش في الواجهة ديال الجلاب وما كتجيش في الظهر. غادي نعدلوها في الكميمات ونعدلوها في القاب. في القاب كتجي جوج الجهات والكمايم كيجيو ديال جوج الجهات. حنا غنخدموهم بالموزون، غنخدموهم بهذا العقيق هذا اللي كتشوفوا مثلث كيجي مزيون هذا، وغنخدموهم بالعقيق مهرس. ما نستعملش العقيق في العقيق، غنستعمل الموزون، غندخل الموزون. هادشي فكره حلوه مختلفه. كتشوفوا الالوان اللي دخلت مع هذا اللون هذا الفوشيا. كنتمنى تعجبكم الطريقه وتابعوا معايا الطريقه. الافكار اللي كنقدموهم للمبتدئات في التنبات، كنتمنى تكونوا كتستافدوا من الافكار اللي كنقدم لكم. واذا كنتو كتستافدوا ما تنساوش تشجعوني، ما تنساوش اللايك، ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الناس اللي كتعرفوهم باغيين يتعلموا هذا النوع هذا ديال موديلات ديال التنبات. كنشكركم بزاف على التعليق ديالكم، وخليكم مع الفيديو باش نشرح لكم الطريقه كيفاش تعملوا هاد النوع ديال الوردات باش تجيكم الورده متقونه. اذا لاحظتوا معايا انا بديت كنخدم الحشيه ديال الورده. غادي نعمل الدوره كامله ديال الورده، الوريقات باربعه بهم، غادي نخدمو بنفس الطريقه. غادي نخدم الموزون ولكن ما نخدموش خارج الورده، غنخدمو كندخلو لداخل حتى نكمل الدوره كامله ديال الورده ديالي. عاد غادي نوريكم شنو غنعملو. وكل موزونه كنخدمها غنحاول نخلي المسافه قصيره بين كل موزونه وموزونه، ما بعدش يدي، ونحاول نحافظ على نفس المسافه في الخدمه ديالي الورده كامله. انا حاولت ما نسرعش الفيديو في هذه المرحله هذه لانها هي مهمه. اذا عرفتي تطبق هذه المرحله غادي تعرف تطبق الورده كامله. انا كملت الورقه الاولى الوريده ديالي، عودت فيها شويه الحاشيه، من بعد ديت طلعه باش نرجع نكمل الورقه الثانيه بنفس الطريقه. نخدم موزون ولكن نخدمو مدخل لداخل. كما شفتو انا وقفت باش كملت الثانية باش ما نطولش عليكم فيديو بزاف. نفس الطريقة انا كملتها، دابا هو هدا في الوريقة. عاود غنرجع نطلع نكمل الوردة ديالي. كما قلتلكم تنكمل الدورة كاملة ديال الوردة غي من برا غي من الحشية ديالها. هيدا بدات كتبان معاكم، شفتو الطريقه كيف كتجي الورده. دابا غنكمل اللي باقي غادي نرجع. حنا كملنا الورده ديالي كامله، كملتها كما لاحظتوا معايا، كنت خليتها كامله لداخل، كانت عتجي بالشكل اللي كيظهر لكم لتحت. من بعد ملي كتفتحها عاد كترجع كتبان واضحه. دابا نخدمو الصف الثاني، الصف الثاني من الموزون. غادي نخدموه كامل بنفس الطريقه، ما غنخليش المسافه بعيده بين كل موزونه وموزونه، تنكمل الدوره كامله. كما كتلاحظوا في الورده اللي كتبان من جهه اخرى، انا خدمت لكم هذيك مخدومه جوج ديال الصفوفه ديال الموزون. كما كتلاحظوا نفس الطريقه اللي خدمت بها الصف الاولي، غير فرق اخرى كنت كندخل موزون داخل. هذه دابا غادي نخدم بطريقه عاديه لان انا حددت الورده ديالي. كما كتلاحظوا معايا هنايا الورده الاولى والثانيه. دابا كاين جوج طرق باش نخدمو نكملو الخدمه ديالنا. اما كنخدمو ورقه ورقه بحال اللي كتبان لكم في هذيك الاولى الورده الاولى، واما كنخدمو بهذه الطريقه هذه كنكمل الدوره مثلا الثانيه. دابا انا خدمت انا الصف الاولي والثاني وكنبقى ماشيه كنكمل حتى كنكمل الدوره ديالي حتى كنوصل للوسط. هاد جوج الحالات يمكن نخدمو بهم، انا غنوري لكم جوج بهم باش ما تشوفوا الطريقه اللي عادي لكم مناسبه نخدمو بها. هنايا كما كتشوفوا هذيك تما عندي جوج ديال الدورات مخدومين كما سبق لي وريت لكم. دابا غادي نعملو الصف الثالث. الصف الثالث غادي يمشي بنفس الطريقه اللي خدمنا بها، هذه هي اللي سبقنا خدمنا بها نفسها
هي اللي هتخدموا بها، غادي تبقى ماشيه تتكمل الدوره او مثلا الدوره الرابعه عاود الخامسه وانتينا ماشيه حتى تكمل الدوره الثالثه. كتبقى لك مثلا اللي كتحط بقى لك غير المكان اللي غادي تعمل فيه العقيق الوسطي، يعني احنا محددين المكان بالطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. كنبقى ماشيه هذيك الدوره، هذه الطريقه الاولى حتى كنسالي كما شفتوا في الصوره. دابا ننتقل للورده الثانيه، الورده الثانيه كنخدموا ورقه بورقه، ما كندوروش دوره كامله، كنبقاو كنخدموا كل وحده كنخدموا ورقه بورقه، كنرجعوا في نفس المكان، كنحددوا المنطقه ديال المساله اللي غنخدموا فيها كما كتشوفوا معايا. دابا انا هذيك عندي تما ورقه كنبقى ماشيه فيها، نهود حتى الحاشيه ديالها او نرجع كنبقى ماشيه اليمين وشمال حتى نسالي داك الورقه ديالي كامله بحال داك الاولى اللي وريت لكم. هذه الطريقه الثانيه كما كتشوفوا معايا، انا عاودت يعني نوصل للراس ديالها اللي عندي مبدي، غادي نرجع الدوره. كما كتشوفوا معايا انا وصلت للراس ديالها الورقه، دابا غادي نرجع العكس، العكس اللي خدمت به المره الاولى حتى نكمل الورقه كامله. كما شفتوا معايا هيداك كنكون ساليت الورقه الثانيه، ثم كتشوفوا الشكل الورده ديالنا كيف غادي يجي. الشكل الاولي خدمناه دوره دوره، والشكل الثاني خدمناه ورقه ورقه. دابا ننتقلوا نعمروا قبض الورده. كما كتشوفوا معايا انا اخترت هذا النوع هذا ديال العقيق، الحق كيبقى اختياري، اللي بغى يعمل زمر يعمل زمر، ولا اللي بغى يعمل اي عقيق اخر يعمل البيرلا او اي حاجه. كما شفتوا معايا انا عمرت في الوسط ديال الورده ديالي ثلاثه ديال العقيقات، وغادي نزيد الطبانات. الطبانات غنزيد نعمر بهم ديك الفراغات اللي كيبقاو لي بين العقيقات باش ما كيبقاش بين اللون ديال التو. وبعدا نكون ساليت الحصه اليوم الجزء الاول من الرسمه ديالنا، كنتمنى تكونوا استفدتوا. الحصه اخرى ان شاء الله اللي غادي نكملوا فيها الشطيبات ديال الوريده، وغادي نوريكم الشكل كيفاش جاتنا رشيمة ديالنا. شكرا على المشاهدة، شكرا على التتبع ديالكم، الوفاء ديالكم، والفيديو آخر إن شاء الله خليتكم في رعاية الله. السلام عليكم.